لا، التكييف هو إجابة لسؤال كيف، تكييف من كيف، فمعنى تكييف أن يجعل لها كيفية، والكيفية هي إجابة سؤال كيف هي. والكيف كما قال أهل العلم لا يعلم إلا بأحد ثلاثة أشياء، لا تعرف كيفية أي شيء أي شيء إلا بواحد من ثلاثة، إما أن تراه فتعرف كيفيته، أو ترى شبيهه مثيله فتعرف كيفيته، أو يخبرك الصادق عن الكيفية فتعرف الكيفية هنا. وأما الله تبارك وتعالى فلم نره وليس له مثيل، ولم يخبرنا هو ولا رسوله عن كيفية صفاته، فنقول لا نعلمها. وعندما نقول لا نعلم كيفية الصفات لا يعني هذا أنه ليس لصفاته كيفية أبدا، بل أكيد صفاته لها كيفية سبحانه، ولكن نحن نجهلها، فنحن نجهل كيفية الصفات، لكن هذا لا يعني أنه ليس له صفات، له صفات سبحانه، لكن لا نعلم كيفيتها، هذا القصد. نعم.